السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في على المباشر من سطات. أكبر حملة لتحرير الملك العمومي وتنظيم البائع الجائلين كيقود السيد باشا المدينة رفقة الأعوان ديال السلطة والسلطات المحلية قياد ديال الدوائر. كتشوفوا يعني تنظيم البائع الجائلين نحاولوا عاود شويه. يلا خويا علي خليه يطلع خويا علي خويا علي خلي الصورة كيف كتشوفوا يعني كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة على المباشر يعني هذه الحملة اللي كيقوم بها السيد باشا المدينة رفقة السلطات المحلية الناس ديال الأمن الوطني القوات المساعدة القيادة ديال الدوائر كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء ديال قناة على مباشر يعني الحملة ديال تحرير الملك العمومي وتنظيم الباعة الجائلين. عيد مبارك سعيد علينا وعليكم. مرحبا مرحبا. دخويا زيد واحد زيد هذه ديال من؟ شوف شي حد يعاونك. سير طلع عسمس. كنحاولوا نقلوا لكم على المباشر متابعينا الاوفياء القناة من خلال المباشر الحملة لتحرير الملك العمومي اللي كتقوم بها السلطات المحلية وكيقوم بها السيد باشا المدينة رفقة رؤساء الدوائر قياد الأعوان ديال السلطة. سير ودي سير ودي هيا
خلي الناس من جوج يلا سير راه فينا وجوه هسه حاسبك يلا مول تريبورتور يلا مول تريبورتور حي يلا هذا باش عندك يلا التحرير العمومي اللي يقوم بها في باشا المدينة المتابعين المشاهدين الاوفياء في المباشر المزقه الدهيبيه اكبر حمله
تحرير الملك العمومي كيقود السيد باشا، السيد باشا المدينه، رفقت العناصر ديال القوات المساعده، الناس ديال الامن الوطني، الحمله لتحرير الملك العمومي وتنظيم الباعه الجائلين اللي حيدوا السناد كنحاول نقل لكم هاد الاجواء ديال هاد الحمله ديال تحرير الملك العمومي وتنظيم الباعه الجائلين، انهم يحيدوا من هاد الساحه ديال زنقه الذهبيه ويتنظموا في ساحه موحده مراعاه الظروف ظروف العيد. الله يحفظك، كنشكركم.